السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف ازاي استخدم البريزنم الجوريزم علشان ارسم خط مستقيم يقع في التمن الثاني. فاحنا شفنا في الفيديو السابق خط بيترسم في التمن الاول اللي هو ده. دلوقتي لو احنا عندنا خط الانحدار بتاعه عنيف شوية يقع في التمن الثاني، نقطة البداية دي ونقطة النهاية اللي هي النقطة اللي فوق دي، واحنا عايزين نرسم الخط ده باستخدام البريزنم الجوريزم مباشرة. فاحنا في البداية خالص لو قلنا ان احنا عايزين نرسم خط مستقيم من النقطة 10 و20 الى النقطة 14 و25، فاحنا ببساطة خالص ديت الاكس 1 والواي 1 ودي الاكس 2 والواي 2. زي ما احنا اتفقنا اول حاجة بعملها ان انا بحسب الميل، فبقول ان الميل بتاع الخط المستقيم ده بيساوي فرق الوايات اللي هو 25 ناقص 20 على فرق الاكسات اللي هو 14 ناقص 10، يبقى هنا بيساوي 5 على الاربعة، يعني هتساوي 1 وربع. طالما القيمة المطلقة للميل كده اكبر من الواحد، اذا لازم ابدل النقطتين. فبدل ما ارسم الخط المستقيم من النقطة دي للنقطة دي، انا هرسم الخط المستقيم من النقطة 20 و10، فهبدل الاكس مع الواي، يبقى هتبقى النقطة اللي انا برسم من عندها 20 و10 الى النقطة 25 و14. يعني بدلت الاكس مع الواي، الاكس 1 مع الواي 1، وبدلت الاكس 2 مع الواي 2. فلما ارسم الخط المستقيم من النقطة دي للنقطة دي، هو نفس الفيديو اللي فات بالظبط، هتطبق نفس الحسابات اللي في الفيديو اللي فات، بس احنا تعالى نطبقها خطوة بخطوة. وبعد ما نخلص، النقاط اللي هتطلع لي دي نقاط معكوسة أصلا، لأن أنا بدلت الإكس والواي، فالنقاط اللي تطلع لي أقوم واخدها عاكسها تاني. ناخد النقطتين الجداد دول بقى وانسى القدام خالص، شلتهم لك من على الشاشة أهم. النقطتين دول هحسب الدي إكس وهحسب الدي واي. الدي إكس هتساوي 25 ناقص 20، هتساوي 5 قيمة موجبة، يبقى مفيش مشكلة. والدي واي هتساوي 14 ناقص 10 بتساوي 4، برضو قيمة موجبة، يبقى كل حاجة تمام زي ما هي بالظبط. هنيجي نحسب البي نوت، قلنا بتساوي 2 دي واي ناقص الدي اكس، فهتبقى بتساوي 2 دي واي يعني 2 في 4 ناقص الدي اكس اللي هو ب5، يعني هتساوي 8 ناقص 5 هتساوي 3. وفي كل خطوة هنشوف البي كي، إذا كانت أقل من الصفر نثبت الواي، يبقى بلس بلس الاكس والواي، واذا كانت اكبر من او تساوي الصفر يبقى بلس بلس الاكس وبلس بلس الواي، يعني هزود الواي. في كل خطوه المفروض ان انا هحسب البي كي الجديده، فبقول البي كي الجديده هنا بتساوي القديمه زائد 2 دي واي، وهنا لو كانت اكبر من او تساوي الصفر يبقى البي كي الجديده هتساوي البي كي القديمه زائد 2 دي واي ناقص 2 دي اكس. فمحتاج احسب الاثنين دول على جنب، فاقول ادا 2 دي واي هتساوي الدي واي ب 4، يبقى 2 في 4 ب 8، و 2 دي واي ناقص 2 دي اكس هتساوي ال 2 دي واي ب 8، والدي اكس هنا ب 5، يبقى 2 في 5 ب 10، يبقى 8 ناقص 10 بناقص 2. هتيجي بقى تعمل الجدول بتاعك، ادا الكي ودا البي ودا الاكس ودا الواي. اول كي عندنا بزيرو، المفروض ان البي زيرو اللي احنا حسبناها كانت ب3، واول اكس عندنا اللي هي كانت 20 و10، ممكن اجيبها لك من فوق كده عشان تشوفها قدامك، اللي هي ال 20 و10. وهنيجي نحسب الخطوة الأولى. فالخطوة الأولى هنقول الإكس كده كده كل مرة بتزيد واحد، بلس بلس الإكس هنا وبلس بلس الإكس هنا، يبقى الإكس ب20 هتبقى 21. وهنيجي نشوف البي كده أكبر من أقل من الصفر ولا أكبر من أو يساوي الصفر؟ طبعا التلاتة أكبر من أو تساوي الصفر، يبقى نزود الواي واحد على طول، فالواي ب10 تبقى ب11. والبي كي الجديدة بتساوي القديمة زائد 2 دي واي ناقص 2 دي اكس اللي هي بناقص 2، ف 3 ناقص 2 ب1. بعد كده ناخد الخطوة الثانية، الاكس كده كده بتزيد واحد، فال 21 هتبقى ب 22. وهنشوف البي كي، طبعا الواحد أكبر من أو يساوي الصفر،
فبالتالي هنزود ال y 1 فال 11 هتبقى 12، والبي كي الجديدة بتساوي القديمة زائد 2 دي y ناقص 2 دي x، يعني 1 ناقص 2 بناقص 1. وناخد الخطوة الثالثة، الاكس هتزيد 1 تبقى ب 23، وبعد كده هنشوف البي كي، البي كي ديت أقل من الصفر يبقى نثبت الواي، فال 12 تفضل 12. وبالنسبة للبي بتساوي الناقص 1 اللي هي القديمة زائد 2 دي واي فقط، 2 دي واي ب 8 يبقى ناقص 1 و 8 يبقوا ب 7. الخطوة الرابعة، الاكس كده كده بتزيد 1 فال 23 هتبقى ب 24، وطبعا البي كي اللي فاتت ديت أكبر من الصفر يبقى نزود الواي 1 فال 12 تبقى ب 13. والبي كي الجديدة بتساوي القديمة زائد 2 دي واي ناقص 2 دي اكس اللي هي بناقص 2، ف 7 ناقص 2 ب 5. واخر خطوة عندنا اللي هي الخطوة الخامسة، الاكس هتزيد 1 هتبقى ب 25، والبي كي اللي فاتت اكبر من او تساوي الصفر يبقى نزود الواي 1 فالواي ب 13 تبقى ب 14. وكده انت وصلت للنقطة الأخيرة اللي هي 25 و 14، يبقى هي ديت النقطة اللي انت هتقف عندها. كده احنا لما تبص كده هتلاقيك انك انت رسمت الخط من النقطة 20 و 10 للنقطة 25 و 14، ولكن الخط الأصلي احنا كنا عايزينه من 10 و 20، فلما تبص لها كده ادي 10 و 20 11 و 21 لغاية 14 و 25 اللي هي النقطة التانية، فتقوم عاكس النقاط دي فقط، فتقول يبقى النقاط اللي انا المفروض ارسمها ادي قيم الاكس والواي اللي المفروض هيترسمهم، واقوم واخد النقاط دولت عاكسهم، فاقوم جايب الواي دولت حاططهم في الأول اللي هم 10 11 12 12 13 14، واقوم جايب الاكسات دولت حاططهم في المركبة التانية اللي هم 20 21 22 23 24 25. فيبقى دي هي مجموعة النقاط اللي المفروض تترسم من النقطة 10 و 20 إلى النقطة 14 و 25 عشان يطلع لي خط باستخدام البريزنم الجوريزم في التومن الثاني.